خلال افتتاحه عددا من المشروعات بسوهاج، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر واجهت الأزمات الاقتصادية العالمية بقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة يتوافدون على الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا توادروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد. رئيس مجلس النواب يؤكد دعم مصر لتسوية الأزمة السياسية الليبية ويشدد على أن استقرار ليبيا امتداد لأمننا القومي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج أنه يشعر بالفخر بالإنجازات التي تتحقق وتحقق الحلم الكبير للوطن. وأود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. السيدات والسادة، أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب، إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض، وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعياً، وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل. قال الرئيس السيسي إن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر واجهت هذه التداعيات بثبات وقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة، وانعكست أثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة. تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول، وهي الحرب التي بدأت وزحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، وضعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاد أو دان، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم. وفي مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية. وقد كانت فلسفة إدارة هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية. وقال الرئيس السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها. خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج في إطار استراتيجية تنمية الصعيد، وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية. يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ونإيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح، مش نقول طب ماشي يعني تلوين صورة يعني،
واقفين قدامي كده وبتقولوا وانا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود والارقام اللي ما تتخيلوهاش موجوده، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه؟ مثلا 1.2 مليون 3 عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكره، لا ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من اول كلام اللي قاله صمويل ومريم محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم والزميلات طبعا او بناتي يعني او كده اللي اتكلموا كلهم، لا احنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو الارقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومه. طب ليه مش من جيب الحكومه؟ لان انا مرتب ترتيبات تانية. الحكومه يعني ما تزعلوش، ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومه مطحونه جدا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة. وأضاف الرئيس السيسي أنه دائما ما يتحمس للفكرة لأنها قادرة على حل مشكلة لا نستطيع حلها بالمسار التقليدي. السعيد لكان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادرة بس. وأنا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان إحنا لازم نحترم عقول بعض ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادره وما كانتش قادره. طب اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاوله لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتوا بتفكروا تلاقيني ان انا ايه متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لان الفكره ممكن تحل مساله بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكره تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكره توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكره كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متأثرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطط التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي في قرية أم دومة، إحدى قرى حياة كريمة بمركز طما. كل سنه وانتم طيبين، وسعيد ان انا التقي بيكم، وسعيد بجهودكم اللي انتم بتعملوه هنا. بس تحيا مصر ان شاء الله بيكم، وان شاء الله ان شاء الله. بس خلي بالكم احنا لسه المشوار دي اول مرحله، لسه في مرحله تانية ومرحله ثالثه. وعدنا مع الناس في ريف مصر كله ان احنا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم ان شاء الله وبكل اللي بيتطوع او كل اللي بيعمل معاكم. يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحيه وبقول له انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي، بنعمله لبلدنا ولاهلنا اللي ما كانش عندهم امل قبل كده. لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيكم، وبفضل الله قبل مننا كلنا نخلص المراحل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سعيد ان انا اشوفكم. والله الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا بيكم. طب استريحوا، طيب من فضلكم استريحوا، من فضلكم. متشكر متشكر، تفضل. كل سنه وانتم طيبين. متشكر جدا، متشكر. ما الصعيده يا جدعان، امال ايه الصعيده يا جدعان بجد. اهل عزه واهل كرم واهل شهامه واهل مروءه، يعني هم زياده شويه. والله احنا خدنا، انت كفايه نصقت على الارهاب، ويوم الارهاب انا والله كنت انبيت نبكي للصبح والله، ويشهد على ربي جبالك انت وعلى اللي شفته من الحمد لله على كل حال. والله العظيم اللي حمى مصر ربنا، والله العظيم اللي حمى مصر ربنا، انا بحلف وهو يعلم ما في نفسي. اولا اللي بتعمل ده مش فضل ولا مني، ده من عند ربنا قبل كل شيء، ثم ده حق الناس، ويا رب يعني يعيننا ونعمل اكتر. يا ريس شاكر جدا، شاكر. 5 يناير ده هيبقى عيد قومي اول لسوهاج، لن يمحى من الذاكره. بشكر حضرتك على حاجتين. اولا دعم المراه يا فندم اللي تمكنت في كل المجالات. تاني حاجه بلدي سوهاج اللي الله اكبر دخل التطوير في شتى المجالات يا فندم. احنا نظمنا نفسينا بشكل مختلف شويه وربنا وفقنا لده، فالأمر كله مش لينا، ليه هو. نقول له يا رب تاني وزيادة، وإحنا نعمل كل حاجة حلوة. إحنا سعداء إن إحنا شفناكم، وكل سنة وانتم طيبين. وإن كان عليا أنا لف في الدنيا واجي للناس وأقعد معاهم كده، إن كان عليا أنا أحب أكون كده قاعد كده، أصل أنا واحد بسيط يعني. مش متشكر، شكرا. 8 سنين من حكم الراجل، مش 30 سنة ولا 80. عمل حاجات عايزة لها سنين. أوى شرطة، أوى جيش، ظبط لنا منظومة العيش. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ 2014 بلغ 102 مليار جنيه. وفي كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، أشار مدبولي إلى أن تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية. إن حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار 7 سنوات الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه، من إجمالي 7 تريليون جنيه اللي الدولة المصرية استثمرتهم أو لسه بيتنفذوا النهاردة على مستوى الجمهورية. يعني ببساطة تقريباً ربع حجم الاستثمارات الكلية اللي الدولة المصرية أنفقتها جيل محافظات الصعيد. لو حبيت أركز على محافظة سوهاج اللي احنا كلنا النهاردة سعداء بوجودنا على أرضها، الحقيقة فندم إن حجم الاستثمارات المنفذة واللي جاري إنهائها في محافظة سوهاج اعتباراً من منتصف 2014 لحتى ديسمبر 2022 تجاوز 102 مليار جنيه في 6 محاور الرئيسية اللي قدام حضراتكم، سواء الصناعة، سواء النقل والمواصلات، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الإسكان والمرافق الأساسية، والحماية الاجتماعية، ومشروعات حياة كريمة. هذا وأصبحت قرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج قرية نموذجية مع تنفيذ مشروعات خدمية وحضرية بها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هنا دبت الحياة من جديد، حياة لها طابع خاص، تبدلت فيها الأمور وتحولت فيها الأحلام لواقع ملموس بصعيد مصر. هنا
قرية أم دومة التابعة لمركز طمة بمحافظة سوهاج، والتي حظيت بتشريف وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلانها قرية نموذجية، انتهت من تنفيذ 18 مشروعا خدميا بمبادرة حياة كريمة في مختلف المجالات، لتكتب المبادرة فصلا جديدا من إنجازاتها في صعيد مصر. حاليا قرية أم دومة اشتغلت صرف صحي بالكامل، اشتغلت غاز في 90% منها، خطوط اتصالات، مياه شرب، تم تغيير المواسير الاسبستوس القديمة بمواسير بلاستيكية نظيفة مراعاة للشروط الصحية. ده بالنسبة لقطاع الطرق، تم تمهيد ورصف، واخد بالك، ما يزيد عن حوالي 10 كيلو طرق. لم تغفل المبادرة عن كل جوانب الحياة الكريمة لأهالي القرية، فإنشاء وحدة طب الأسرة كانت إحدى النقاط الهامة التي تفقدها الرئيس السيسي، ليتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع مدارس أم دومة الابتدائية ووحدة للإسعاف وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وغيرها من المشروعات. المجمع ده حضرتك بيتكون من 8 حاجات، بيخدم 8 حاجات. اول حاجه الدور الارضي، المركز التكنولوجي. الدور الثاني بيشمل سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد. الدور الثالث بيضم التضامن الاجتماعي ووحده محليه ومبنى للمجلس الشعبي المحلي. بالنسبه للمبنى الجديد، بدل الكثافه ما كانت 50-60 ان شاء الله هتبقى 20-25، وده اللي يعتبر إضافة كبيرة مش للقرية أم دومة، بالنسبة لنا المجمع هنا بيخدم حي السكن كبير. إنجازات وفرت الجهد والمال والوقت على أهالي قرية أم دومة، الذين عبروا بكلمات صادقة تملأها الفرحة بهذه الإنجازات وهذه الزيارة. احنا في حلم، يوم وليلة كده أم دومة كلها تغيرت. في حلم الصراحة، في حاجات حلوة خالص، حياة كريمة، مستشفيات، نادي، حالات حلوة خالص، فيها مدمع زراعي حصل، أسفلتيات، مرور. حسيت بها المستشفيات اللي اتعملت دي للناس، والمثلا الحتة اللي بقت كويسة ونظيفة، والمجلس بقى ازاي، والناس ويسمع رأينا دلوقتي، والحمد لله كنا الحمد لله برأي ربنا كبير ان هو شرفنا النهاردة في البلد، كان حلم بالنسبة لنا احنا في المدومة. مشروعات خدمية وحضارية ستضع محافظة سوهاج على خريطة محافظات الصعيد الجاذبة، بالإضافة لتوفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة تليق بالمواطنين. هكذا تزينت قرية أم دومة بألوان الجمهورية الجديدة، وتزينت قلوب أهاليها بالفرحة الممزوجة بالحياة الكريمة التي انتظرها أهالي الصعيد كثيرا من خلال هذه المشروعات التي استطاعت أن تغير من شكل القرية لتكون مدينة مصغرة متكاملة الخدمات. وبهذا تؤكد الدولة اهتمامها بصعيد مصر بطفرة تنموية كبيرة تستمر حتى تحقق أحلام وأمنيات أهل الصعيد. من قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، محمود جميل، التلفزيون المصري. توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن أعيادنا الدينية تعد رمزا للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب، كما أنها دليل على الوحدة الوطنية. من جانبه أعرب البابا توادروس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، مؤكدا أن الزيارة تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن. كما قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا توادروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية والتوفيق، وأن يحفظ لأبناء الشعب ترابطهم. من جانبه وجه قداسة البابا توادروس الثاني الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له.
هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. خلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وعلى أبناء مصر المسيحيين بالداخل والخارج بدوام الصحة والخير. ومن جانبه أكد قداسة البابا توادروس الثاني تقديره لحرص رئيس الوزراء على التهنئة بعيد الميلاد، متمنيا للحكومة والدولة المزيد من النجاح في مسيرة التقدم والبناء، وراغيا أن ينعم الله على مصر وشعبها بدوام الأمن والرخاء. قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، قاموا بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأكد وزير الدفاع أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطني، معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا توادروس الثاني. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطني، وأن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار، مستعدين للتضحية بأرواحهم فداء للوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز، لتتواصل مسيرة البناء والعطاء في كافة ربوع الوطن، معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا توادروس الثاني، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار. من جانبه أشاد البابا توادروس الثاني بالدور الوطني للجيش المصري العظيم ودوره في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مؤكدا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية، مشيرا إلى أن عيد الميلاد المجيد يمثل انبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر. أعرب وزير الداخلية محمود توفيق عن خالص تهاني وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مع البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية العباسية لتقديم التهنئة للبابا وجميع المواطنين المسيحيين. من جانبه أشاد قداسة البابا توادروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين، مؤكدا تكاتف ومساندة أبناء الشعب لمؤسساته وفي مقدمتها منظومة الأمن المصري التي تطلع بدور وطني وتحمل رسالة نبيلة من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار وحماية مكتسبات النهضة الحضارية التي تشهدها البلاد. نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني مؤتمرا تنسيقيا مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك في شتى المجالات. تضمن المؤتمر عرضا تفصيليا لجهود الجيش الثاني الميداني في خدمة المجتمع المدني في كافة أرجاء المحافظة والمحافظات المصرية والتي تقع في نطاق المسؤولية. وألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر التعاون والترابط مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصري العظيم.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 595 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 349 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 326 طن، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 8 أطنان، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 276 قضية من بينها 118 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 307 أطنان. كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث حققت العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات الصناعية بداخل كمية تزن أكثر من 104 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر، وضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البويات والدهانات بداخله أكثر من 34 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبالمنوفية أيضاً تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية والمكملات الغذائية بداخلهم أكثر من 33 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وقرابة 77 ألف عبوة منتج نهائي لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 12 ألف عبوة مكملات غذائية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديريات أمن القليوبية شنت الإدارة حملة مكبرة للتفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية، أسفرت عن ضبط 7 قضايا تتعلق بمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية. وبنطاق مديريات أمن الشرقية أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأسمدة والمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات 110 طن جبس زراعي مغشوش ومعبأ داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية، كما نجحت في ضبط مصنع وثلاجة للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهما قرابة 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة بداخلهما أكثر من 5 أطنان لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمكنت من ضبط 4 شركات ومصنعين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة بإجمالي مضبوطات بلغت 9 أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وأكثر من 5 أطنان ونصف لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الحملات الأمنية بالشرقية أسفرت أيضاً عن ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة في تصنيع الدهانات وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بداخلهما قرابة 31 طن دهانات مغشوشة ومقلدة وخمسة أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وكذا ضبط 31.5 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص وقرابة 1400 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن ومحلين ومعرض بدون ترخيص.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي دبالي أن مصر تدعم استقرار الدولة الليبية التي تعد امتدادا للأمن القومي المصري. وأوضح دبالي خلال مؤتمر صحفي مشترك داخل مقر مجلس النواب بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري أن مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لإنهاء الأزمة الراهنة. تحرص مصر دائما على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتدادا للأمن القومي المصري، ومصر تؤكد على دعمها التام للجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة، حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوافق بين كل من سيادة المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيادة الأستاذ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بإذن الله بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية. من جانبه وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على الجهود الكبيرة التي بذلوها كي تتجاوز ليبيا أزمتها. ومن ناحية أخرى وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أيضا الشكر لمصر قيادة وشعبا على مساعدة بلاده في الوصول إلى قاعدة دستورية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفا أن اجتماعات القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف استطاعت الوصول إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم. إن الحديث في مصر وعن مصر ولمصر حديث عن تاريخ أمة مجيدة وأصالة شعب وقيادة فذة حكيمة شجاعة وثابتة. انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا والليبيين لتجاوز أزمتها، ودافعت بكل وبدون كلل ومل مساندة الليبيين لتجاوز هذه الأزمة والعمل بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، وأوقفت التدخل الأجنبي في شؤون الليبي. مصر الشقيقة الجارة أيها السادة شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر، واحتضنت ورعت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف للدفع نحو توافق ليبي ليبي بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي. مصر الشقيقة تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع. يسعدني باسمي وباسم المجلس الأعلى للدولة أن أتقدم بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على مساعدتنا كمجلسي بغية الوصول إلى توافق على أساس دستوري واضح تجرى عليه الانتخابات في ليبيا، فقد قامت هذه الشقيقة الكبرى باحتضان اللجان المشتركة منذ فترة طويلة في وقت لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع في البلد، وبفضل هذا الجهد ذللت الكثير من المصاعب وأصبحت لقاء هذه اللجان ميسراً، واستطاعت هذه اللجان في جولات حوار عديدة وباستضافة كريمة من الجمهورية المصرية أن تصل إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم تؤدي بنا إلى المرور إلى القوانين الانتخابية إن شاء الله. هذا وأكد البيان المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أكد على حرصه على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تبذل مصر جهودا حثيثة لحل قضية المسار السياسي في ليبيا، وفي هذا الإطار تتمسك مصر بضرورة رفض التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الليبية الليبية. رمانة الميزان ومؤشر بوصلة الاستقرار في العالم العربي، جهود كبيرة تقوم بها مصر في حل القضايا الإقليمية، ومنها قضية المسار السياسي في ليبيا التي بقيت مصر هي الطرف الذي يتمسك بوجهة نظر واحدة على مدى سنوات، وهي ضرورة رفض التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الليبية الليبية. فمصر دائما كانت تحرص على وحدة واستقرار ليبيا، وراهنت على قدرة الليبيين على انتزاع قرارهم وإدارة بلادهم وإخراج الميليشيات ومنع التدخلات الخارجية. وفي إطار حرص مصر على حل الأزمة الليبية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، حيث أكد الرئيس دعم مصر لتحقيق المصلحة العليا لليبيا مع الحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها. وخلال المباحثات تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. ومن أهم التحركات المصرية لحل الأزمة الليبية اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي استضافتها مصر وعقدت بالقاهرة والغردقة، والتي اتفقت فيها الأطراف على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد. التحركات المصرية تأتي في إطار المبدأ المصري الثابت والداعم لقيام مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه. فمصر حرصت على أن تبقى على تواصل مع جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقا من أن استقرار ليبيا هو الطريق إلى أمن مصر، ودعت إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة ودعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. موسكو تعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد، وكييف ترفض الهدنة وتطالب بمغادرة القوات الروسية أراضيها. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات لوزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد. ووفقا لهذه التعليمات، سيتعين على النار لمدة 36 ساعة اعتبارا من منتصف نهار 6 يناير الجاري. كما طالبت روسيا أوكرانيا بإعلان وقف إطلاق النار والسماح بحضور قداس عيد الميلاد. من جانبها أعلنت أوكرانيا رفضها مقترح الهدنة الروسي بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد. وأكد المستشار الرئاسي الأوكراني ميخاليو بودولياك، أكد أنه لن يكون من الممكن إعلان هدنة مؤقتة في أوكرانيا إلا عندما تغادر روسيا كافة الأراضي الأوكرانية. أكد المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك رفض كييف لأي اتفاق سلام مع موسكو من شأنه أن يسمح لروسيا بالإبقاء على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده منفتحة على الحوار مع أوكرانيا بشرط أن تقبل كييف الوقائع الجديدة على الأرض. كما جدد بوتين التأكيد على شرط أن تتمثل السلطات في كييف المطالب المعروفة والتي تم التعبير عنها مرارا، وذلك في إشارة إلى الورقة الأمنية التي طالبت بها روسيا أوكرانيا نهاية العام الماضي. من جانبه قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ، قال إنه من الخطورة التقليل من شأن طموحات روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا.
وخلال حضوره المؤتمر السنوي لاتحاد المؤسسات النرويجية، أضاف ستولتنبرغ أنه لا يوجد ما يشير إلى تغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططه وأهدافه في أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا حشدت 200,000 جندي إضافي بالفعل، وشدد على مواصلة الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية. أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة ستعلن غدا عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا. وقال المسؤول الأمريكي إن وزير الدفاع لويد أوستن سيترأس اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا في 20 يناير الجاري بقاعدة رامشتلاين الأمريكية في ألمانيا. تراجعت الأسهم الأوروبية بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر الماضي، والذي أظهر تمسك البنك المركزي الأمريكي بكبح التضخم. وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% بعد أن صعد بأكثر من 3% في أول 3 جلسات من العام الحالي. وأظهر محضر الاجتماع أن المسؤولين يساورهم القلق من أي تصور خاطئ في الأسواق المالية بتراخي التزامهم بمكافحة التضخم، على الرغم من أنهم اتفقوا على وجوب أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تجديد سياسته النقدية. أكدت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الولايات المتحدة لم تتخطى بعد خطر التضخم، وأشارت المسؤولة بصندوق النقد إلى أنه من السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار. وحثت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد المركزي الأمريكي على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام، وتوقعت المسؤولة بصندوق النقد أن يعاني الاقتصاد الصيني من تبعات قوية في الأجل القصير، لكن تعافيه محتمل في وقت لاحق من هذا العام مع تعافي الطلب. فشل الجمهوريون للمرة السابعة في إيصال زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي إلى رئاسة مجلس النواب الأمريكي، ويفتقر السناتور الجمهوري إلى الأصوات اللازمة للفوز، وهو مؤشر على أن مفاوضاته فشلت في كسب منتقدي. وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن عضو الكونغرس الأمريكي كيفن مكارثي عرض على زملائه الجمهوريين المعارضين لمحاولته رئاسة مجلس النواب صفقة مع تنازلات سياسية مقابل دعمهم في الانتخابات. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن ستمضي في استعدادها الدفاعي مع كوريا الجنوبية واليابان من خلال إجراء تدريبات عسكرية ضد التهديدات الشمالية. وشدد كيربي في إفادة صحفية على أن الولايات المتحدة كرست جميع معلوماتها الاستخباراتية وقدراتها العسكرية الإضافية للمنطقة لتحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن التدريبات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان على وجه التحديد ردا على التوترات المتزايدة من قبل النظام في بيونغ يانغ. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول التعليم الجامعي والتكنولوجي، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إنشاء مجلس أعلى للتعليم وربطه بهيئة الاستثمار والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والترويج الإعلامي له لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بهذا النوع من التخصصات، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير بيئة آمنة داخل الجامعات من خلال تفعيل وحدات مكافحة العنف
والتمييز والتنمر واستحداث مراكز نفسية لتقديم دعم نفسي للطلاب مع زيادة الاهتمام بالسياحة التعليمية عن طريق التواصل مع السفارات وإقامة معارض تعليمية لعرض إمكانيات مصر التعليمية والترويج للتعليم في مصر وإنشاء منصة إلكترونية تجمع كل مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب للاستفادة بها فيما بعد. أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حفل تكريم للفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادي والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية. وحصدت مصر 3 جوائز فيما شهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والفردية لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي. الحمد لله ان هذه الجائزة ما خرجتش من جمهورية مصر العربية. السنة اللي فاتت كانت محافظة بورسعيد وكان في تميز عالي جدا. الحمد لله احنا السنة دي محافظة أسوان. عايز اقول ان احنا دائما وابدا ما اي نجاح بيتم برؤية وفكر القيادة السياسية. طبعا هذه جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية، واليوم نحتفل بالفائزين من مؤسسات وأفراد وفقا للفئات المعتمدة لدى الجائزة. وإحنا نسعى من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز في الأداء الحكومي بما ينعكس على أداء هذه المؤسسات وأداء الفئات الفردية بالتأكيد. أطلقت جائزة التميز الحكومي العربي في جامعة الدول العربية في مايو 2019، وكانت لها أهداف كبيرة لموضوع كيفية تحفيز المؤسسات الحكومية في مجال التطوير الحكومي، وأيضا خلق منصة إلكترونية لأفضل المبادرات والمشاريع الحكومية كي تستفيد منها بقية الدول. الفكرة نفسها حقيقة تستحق جائزة، فكرة التميز العربي ومكافأته أو الإعلان الفائز. بالنسبة للهيئة حقيقة فازت في مبادرة تنمية المجتمعات. إن كان السؤال عن المبادرات فهي مبادرة الأمان الوظيفي أو نظام الأمان الوظيفي وكذلك نظام العاملين بالخارج. والمتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم محمد وإلهام، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والأصول المملوكة لها. وخلال اجتماع مع وزير قطاع الأعمال، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج في عدة محافظات ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لا سيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة. كما تناول الاجتماع تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألومنيوم. اختارت الدورة الثانية لجوائز التميز الحكومي العربي هيئة قناة السويس كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022 ضمن الاحتفالية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. تعتبر جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري. وتضم الجائزة 15 جائزة موزعة على فئتين رئيسيتين تشمل الأفراد والمؤسسات.
ذكرت وزارة الكهرباء أنه من المستهدف استثمار 100 مليون جنيه خلال العام المالي 2022-2023 لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية. وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 68% من خطة العام المالي حتى الآن، منوهة بأنه لمجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. أنهت البورصة تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام تداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقي لمستوى 1.33 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 وذلك بنسبة 2.86 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 16,000 نقطتين. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة. في أسواق البترول العالمية انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من 9% في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59% إلى 78.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69% إلى 73.53 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.15% لتصل إلى 3.3 دولار للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.6% لتسجل 3.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري سجل 61.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر من عام 2020، وبلغت قيمة الواردات نحو 313.4 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 2% إلى 251.9 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات البضائع 3% إلى 170.8 مليار دولار، لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس لعام 2019. ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد، إليكما من جديد. شكرا لك ليلى. نذهب إلى بورسعيد حيث تتواصل فعاليات اليوم الثاني من رسوب أكبر مكتبة عائمة في العالم بميناء بورسعيد، حيث عقد مسؤول المكتبة العائمة مؤتمرا صحفيا داخل السفينة للتحدث عن التفاصيل الخاصة بها. وقال إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة إنه يعيش على متن السفينة منذ سبتمبر 2022 التي تضم فريق عمل يزيد عن 400 متطوع يحملون 70 جنسية من مختلف دول العالم، وذلك لإيصال رسالة التنوع والدمج بين الدول في جميع أنحاء العالم. كما أكد المدير العام للمكتبة العائمة أنه يتم تنظيم حفلات ثقافية وفنية على هامش استقبال الزوار لشراء الكتب. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة، ومرة ثانية مع ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الرياضية.
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ضيفه فريق الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسة الأسبوع 12 من مسابقة الدوري الممتاز. تقدم الداخلية في النتيجة بهدف في الدقيقة 25 عن طريق سمير فكري، بينما سجل الزمالك هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء في الدقيقة 95 عبر محمد عبد الغني، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط. وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مسيرة انتصاراته بمسابقة الدوري الممتاز بتحقيقه فوزاً ثميناً على مضيفه إمبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسة الأسبوع 12 من عمر المسابقة. سجل هدفي الأهلي الثنائي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 59 وإليو ديانج في الدقيقة 77 ليرتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقد مع بينوا باداشيل لاعب نادي موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأوضح نادي الإنجليزي أنه ضم المدافع بينوا باداشيل لمدة 7 مواسم ونصف الموسم. هذا وشارك اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما مع نادي موناكو خلال هذا الموسم في 16 مباراة سجل خلالها هدفين. ختام جولتنا الرياضية، عودة لإلهام نمر ومحمد عبدو، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر على هذا العرض. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان ممدوح عبد العليم الذي رحل عن عالمنا في 5 يناير عام 2016 تاركا أعماله التي تزيد عن 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تلفزيونيا. ممدوح عبد العليم فنان تنوعت أدواره التي أجادها باحترافية كبيرة فسكن قلوب الجماهير المصرية والعربية. رحم الله الفنان الكبير ممدوح عبد العليم. الآن نتحول إلى متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة ليلى عمر، إليك من جديد ليلى. شكرا لكما، ونتحول لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 20 الصغرى 11، الإسكندرية 20 13، مطروح 19 13، بورسعيد 19 14، الإسماعيلية 21 12. ننتقل إلى السويس ودرجة الحرارة فيها العظمى 20 الصغرى 11، العريش 19-12، طابة 19-11، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 22-14، الأقصر 21-8، أسوان 22-11، الوادي الجديد 20-10، شلاتين 24-14، وأخيرا حلايب 21-14. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
نهاية نشرة التاسعة، وإلى التذكير بأبرز عناوينها. خلال افتتاحه عددا من المشروعات بسوهاج، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر واجهت الأزمات الاقتصادية العالمية بقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة يتوافدون على الكاتدرائية المرقصية لتهنئة البابا توادروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. رئيس مجلس النواب يؤكد دعم مصر لتسوية الأزمة السياسية الليبية، ويشدد على أن استقرار ليبيا هو امتداد لأمننا القومي. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع شفتي المنير. مساء الخير. مساء الخير يا إلهام، مساء الخير يا محمد، كل سنة وأنتم طيبين، وأول مرة أشوفكم بقى في السنة الجديدة. وأنت طيب النهاردة، يعني زي ما قلنا الخبر الذكرى السابعة لرحيل الفنان. بحاول أزوغ منه يا محمد بس تمام. يعني 7 سنين رحيل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، اللي كان قريب من الناس واللي كان قدم فن احترم عقل وقلوب المشاهدين المصريين. انت كنت شريكة رحلة وشاهدة على الإبداع. طبعا طبعا صعب تزوغي، يعني صعب. بصي يعني، وصعب مثلا كنت اعتذر عن شغلي، وحسيت بالعكس الشغل بيلهي. صحيح انه 7 سنين، يعني حد يقول لك خلاص 7 سنين؟ ابدا. طب تظل الناس اللي انت بتحبهم وارتبطت بيهم وذكريات، وشخص بانسانيه. طب ممدوح عبد العليم حتى مع قمه الفن، لا طبعا حاجات كتير بتفضل موجوده. يعني مش كل الفنانين بيبقى على المستوى الانساني بيبقوا يعني بنفس القدر من النجاح. لما بتلاقي حد بيجمع بين يعني الحسنيين، العمل الفني والابهار وال يعني الحقيقه كان قريب مننا جدا، كان واحد مننا، كان صحيح. بتمثيله بيبقى داخل كل البيوت المصريه، وكمان تلاقيه على المستوى الانساني بهذا القدر من الانسانيه. فطبعا ده بيبقى خساره للكل طبعا. ولكن بتظل ذكراه بالتاكيد. يعني كل بنشوف افلامه ومسلسلاته لسه بنتكلم. عايزه اقول لك حاجه، انا ما بشوفش بقى لا افلامه ولا مسلسلاته. يعني صعب عليا انا وبنتي جدا ان احنا نقعد كده نتابع اي فيلم او اي عمل. أكيد. لان انت على طول بتفتكريه كانسان بقى طبعا. فبتتابعي من بعيد كده، عارفه صحيح. تمام. ببقى سعيده ان الناس على طول بتدعي له، الناس صحيح. على طول فاكراه. ذكراه باقيه وعايشه النهارده. الناس علشان الافتتاحات اللي موجوده في الصعيد في سوهاج عمالين يقولوا رفيع بيه، هو فعلا صحيح. كان عنده كده ده الضوء الشارد ده، يعني يعني دايما تعيشي وتفتكري وتدعي له. ويعني قلوبنا معاكي وربنا يرحمه يا رب. يا رب. نسيبك للحلقه بتاعتك. اكيد اركز بقى يعني في الشغل بقى والحلقه موفقه. بصي احيانا الشغل بيكون هو الهدف، ان انت تطلعي من اي حاجه، لان يعني الناس في النهايه لازم تقدمي شغلك، وانا اتعلمت منه الحكايه دي. رغم اي ازمه لازم تفضلي تكملي في شغلك. بشكرك جدا يا الهام، بشكرك جدا يا محمد، وبتمنى لكم يا رب سنه كده سعيده، وبتمنى تقروا اخبار سعيده لينا في العام الجديد. نتمنى. بشكر كل صناع نشره التاسعه، مشاهدينا الكرام تفضلوا نبدأ معكم برنامج التاسعة.